عليكم ومرحبا بكم في غوسات ليلي. اليوم ان شاء الله راح ندير لكم كاطو. هذا الكاطو فريمون بنين بزاف بزاف، يجي بالكاليطه. نفوتوا المقادير. الوغ عندنا الكاليطه كما راكم تشاهدوا، انا طحنتها في الروبو كاليطه كما هذه ولا اللي تحبوها. عندنا حلوه الترك دو كويير تاع دو كويير ا سوب تاع كاكاو. عندنا 100 غرام تاع دهان هكا غامولي، وعندنا ان بتي راميكا ابو بري 120 غرام تاع نوات كوكو الكونفيتور ابريكو ولا لوغو اللي يعجبكم. شوكولا بلون دو تابلت بور الكلاصاج، وهذه شوكولا نوار تاني بور الكلاصاج. شوكولا بلون بور الكلاصاج بور لا فارس، ميم الحلوة الترك تاني بور لا فارس، باسكو هاد الكاطو غادي نفرسوه بالحلوة الترك والشوكولا بلون. نفوتو دروك. حاجة الاولى نبدو بها، نديرو الدهن هذا كيما راكم تشوفوا دايب شويه، نخلطوه مليح مليح مع البسكويت تاعنا. فوالا كما قلت تشاهدوا خلطته مليح. نزيدو الكاكاو، جو مغارف تاع ماكله تاع كاكاو دو كويير ا سوب، ميلونج بيان كاع هادو، ندخلوهم في بعضهم. نديرو نوات كوكو مع بعد الكاكاو، نديرو نوات كوكو، نخلي كمية نديرهاش كاع. تنجمو ديرو مكسرات كاوكاو اللوز الشي اللي عندكم. انا كان عندي نوات كوكو درت نوات كوكو، كل واحد يدير واش يحب. ماكم تشاهدو خلطو بيان، من بعد نزيد الحلوة الترك. هادي سي با ان بور، سي غاميكا صغير، ديرو غير شوية، ما نديروش السكر بس كل حلوة الترك حلوة. غادي يجي لوغو تاع هاد الكاطو اكيليبري مع حلوة الترك. خدنا الكاكاو، كاكاو مر، نخلطو كاع هادو مليح. وانا خلطت حلوة الترك مع نوات كوكو مع كاع لي زاكان هادو درناهم في رحبة. دروك غادي نلم هاد لاباط بالكونفيتور. تنجمو ديرو ميال وشي اللي تحبوه، انا هي نختار جو بريفير الكونفيتور. نديرو غير بشويه ونبداو نلمو العجينه تاعنا بالكونفيتور. واش ما كان خاصني نزيد؟ فوالا مليح، دخلو مليح. نزيد شويه حتى تلم لكم العجينه تاعكم. فوالا هاك تشوفوا لاباط لميتها بالكونفيتور كيما قلت لكم، حتى تلموها بالكونفيتور يكون عندها هذا القوام. هذا نوري لكم، ها كيما هكا تجيو ديروها دي بتيت بول صغار، بولات صغار كيما هكا. دروك الحشو، فوتوا الحشو. انا قلت الحشو انا وجدته من قبل، بقيت يبرد شويه. الوغ الحشو عفوا ساهل، ديروا شوكولا بلون كيما هكا، قطعوا اون تابليت على حسب الكميه اللي عندكم، وذوبوها شويه بشويه تاع حليب في الميكرووند، وخلطوا خلطوا مليح. ومن بعد ديروا حلوه الترك. حلوه الترك اللي هذه هي، اش كاين بزاف ما تعرفهاش حلوه الترك. ديروا شويه دو كويير تخوا كويير على حسب الحشو، على حسب الكاطو اللي عندكم. وتولي لكم كيما هكا، خلطوا مليح تولي لكم هذا كيما هكا كيما راكم تشاهدوا. ولا ديروا نيمبورت كان حشو، حبه لوز لي فري كونفي هذوك ولا شي اللي عندكم. انا اختاريت درت لا فارس، جو بريفير هذه. كل واحد وحسب لوكو تاعه. دوك غنديرو حبه في رحبه نوري لكم. فوالا دو بوله صغيره، ثم باغي نديروها كلاصاج. فوالا حلوها هكا في يديكم، ديروها هكا انتي تخو هنا في يديكم. دو شويه ديال الحشو كيما هكا، شويه كيما هكا، دخلوا هنايا كما راكم تشاهدوا. وسيو تبلعوا غير بشويه، سحفوها غير بشويه كيما هكا. فوالا كيما هكا بيان، وعاودوا كوروها في يديكم كيما هكا. ابري غادي نديرو كلاصاج ما تبانش كيما هكا. حطوا وحده، نزيدكم محبه باش تشوفوا مليح. دو كميه صغيره ماشي كبيره تاع لاباط هادي، حلو هكا. ودو شويه تاع فارس، فوالا كيما هكا كيما راكم تشاهدوا. وسيو تبلعوا عليها بصباحكم افيك لي دوا بيان بيان فارمي افيك لي دوا، وعاودوا كوروها كيما هكا ولا نغولي هكا في يديكم.
فوالا كيما هكا كنت شاهد. دونك انا غادي نكمل العجين تاعي كاع نديرها كاع بولات ونعاود نتلاقاو ان شاء الله. كيما راكم تشاهدوا هاي الحلوى، انا كملت الحلوى تاعي قعدت هذه بولات. دروك راني فوتو لايطاب تاع كلاصاج ها هو الشوكولا بلون. انا هرست هذه بتي مغصو هكا ودرت معاه شويه زبده كما تشوفوا الزبده هي هنايا شويه زبده. دروك غادي نديرها في ندير معاه شويه حليب عفوا مع شويه حليب زبده وشويه حليب فريمون زبده اولى تفراري بارتو الوغ دو 3 كويير تاع زبده. غادي نديرها في الميكرووند ولا ديرو في البان ماري غادي نذوبه ونعاود نولي لكم. فوالا كما كنتو تشاهدوا بعد ما ذوبت الشوكولا تاعي بشويه حليب وبشويه دهان ها هو القوام تاعها شوفوا كي ولت. دروك غادي ندير شويه ما محامي عفوا فريمون المحامي بزاف حميته في الميكرووند دو كويير ا ببري نخلط بيان 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 باش الشوكولا تاعي تجي ليكيد وتجي بريونت. كيما راكم تشاهدوا نخلط بشويه كيما هكا فوالا هيا هاي الشوكولا تاعي درت لها ا ببري 4 كويير المحامي شوف القوام تاعها كيما هكا. دروك غادي نديرو عندكم نحك محبه تاع هاد البولات اللي درناهم نغطسها في الشوكولا كيما راكم تشاهدوا كيما هكا بيان نحطها هنايا ونعاود نفرغ عليها الشوكولا كيما راكم تشاهدوا. نعاود وحده اخرى قدامكم غادي نبلونجي واحد دو فوا تخوا فوا باش يجي فيها الكلاصاج بيان. فوالا كيما راكم تشاهدوا دوك انا غادي نكلاصي كاع الشوكولا تاعي لا باردون غادي نكلاصي كاع الكاطو تاعي لي بولات تاعي ونعاود نولي لكم ان شاء الله. فوالا كيما راكم تشاهدوا انا الكاطو تاعي كلاصيته كاع بالشوكولا بلون هي اللي قد ديروا شحال من كوش باش الشوكولا تحكم كيما هكا. الا كان الشوكولا جاتكم خفيفه ما بغاش تحكم لكم تنجموا ديروا تعاودوا ديروا طابه الشوكولا في هذاك الميلونج تاع الشوكولا درتوه الشوكولا بلون هيا باش ديروا باش تخرج لكم هكا عندكم كلاصاج بيان بلون. دوك انا غادي نخليه ينشف وغادي ندير له شويه ديكوراسيون بالشوكولا نوار هكا دي غيور بالشوكولا نوار ونعاود نولي لكم ان شاء الله تشوفوا معايا في صفحة التقديم. كما كنتو تشاهدوا ها هو الكاطو تاعي راني زينته بعد ما درت له كلاصاج بالشوكولا بلون خليته يبرد ومن بعد درت له كلاصاج سمحوا لي بالشوكولا هذا نوار وخليته عاود درته في الفريجيدار يبرد. التزيين هذا اختيار تاعي نتوما تنجمو ديرو التزيين اللي يعجبكم وراه كمل فريمون يجي بنين بزاف وما يطيبش خفيف. نقطع لكم حبه باش تشوفوا كي جا الكاطو وراه هذا عندي ما نشفتش مليح وراه ها هو الكاطو تاعنا كيما راكم تشاهدوا الشوكولا مع لافارس تاع الشوكولا بلون والحلوة الترك فهم يجيبني بزاف ان شاء الله تجربوه ان شاء الله ويعجبكم. الا كانت الفيديو عجبتكم تنسوش ديروا لي جيم وتشتركوا في القناه باش يوصلكم الجديد ونتلاقوا في غوسات جديده باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.